عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من حل مواضيع اللغة الإنجليزية. في هذا الفيديو راح نشوفوا مع بعضنا الفقرتي تاع شعبة اللغات الأجنبية تاع بكالوريا 2017 اللي حلينا. راح نشوفوا الموضوع الأول الفقرة تاع الموضوع الأول والفقرة تاع الموضوع الثاني. كنت مانيش راح ندير لكم فقرات كونجريس، راح نصورهم ونحطهم لكم في الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا انستغرام، لكن شفت باللي كاين يعني نحطهم فيديو يكون أحسن وأحسن. اذا الفقره الاولى تاعنا كانت تحكي على سوميريان سيفيليزيشن، قالنا راهم طوروا الايريجيشن سيستم نظام السقي تاعهم، احكي على الفوائد وكيف حتى نطوروا النظام تاع السقي تاعهم ذا ايريجيشن سيستم، قالنا احكيوا عليه. دونك درنا فقره من خلال المعطيات، زدنا لها شويه امثله، يعني ركبنا فقره جيده. نقراو الفقره تاعنا. The Sumerian civilization is one of the first civilizations in the history and one of its major achievements was the irrigation system. يعني في المقدمه ما حكيتش على الايريجيشن سيستم سبيسيالمون، حكيت على Sumerian civilization يعني مجرد سطر برك فقط حكيت فيه، قلت باللي كانت واحدة من أعظم civilizations in the history of man and one of its major وأحد achievements اللي هي يعني الإنجازات العظيمة تاعها كان irrigation system اللي هو نظام السقي، طورت نظام سقية جيد جدا. عندنا first the Sumerians had an arid land and a dry climate. هذو كامل معطيات. And their fields were too high to receive water from rivers and this was a big problem for them. يعني راني حكيت على المشاكل اللي واجهتهم حتى نطوروا الايريجيشن سيستم، يعني الحاجه ام الاختراع كما يقول لك. هنايا هما كانت عندهم ارض قاحله والهواء تاعهم كان جاف، والفيلدز تاعهم اللي هي الحقول تاعهم كانت عالية جدا، ما تقدرش يعني تستقبل المياه من الأنهار، وبالتالي هذا كان big problem for them، كان مشكل كبير بالنسبة لهم. since agriculture was the major source of their food، بما أنه الزراعة كانت هي la source يعني هي المصدر الأول تاع الأكل تاعهم. So they tried to use the river floods by constructing dams and reservoirs along the river sides. They tried حاولوا انهم يستغلوا الفيضانات تاع الوديان، يعني الماء الفائض عن الوديان. كيفاش استغلوهم؟ انهم بناوا سدود على حافة الانهار along the river sides. They developed a very sophisticated irrigation system in which they controlled the overflows of the Tigris and Euphrates and used it to water their fields and solve their problems. قلنا هما طوروا نظام سقي متطور جدا وراقي جدا يعني جيد جدا. System in which they controlled the overflows of the Tigris and Euphrates. يعني بواسطته راهم تحكموا في الفيضانات تاع Tigris and Euphrates تاع نهري دجلة والفرات and used it واستعملوها to water their fields باش يسقيوا الحقول تاعهم and solve their problem ويحلوا المشكل تاعهم. The Sumerian civilization was a great civilization despite all the drawbacks they faced. الحضارة السومرية كانت حضارة عظيمة ونقدر نقول حتى the greatest أعظم حضارة بالرغم من despite all the drawbacks they faced، بالرغم من كل المعيقات التي واجهتها. هذه هي فقرة يعني سامبل جدا درناها، يعني راه عندنا مكتسبات شحال من مرة وحنا نهضروا على السومريان سيفيليزيشن. دونك عندنا نعرفوا باللي عندهم من اهم انجازاتهم هو irrigation system. دونك نعطيكم فقرة على السومريان سيفيليزيشن تقدروا تستعينوا بirrigation system. كذلك عندنا باللي عندهم تيغريس اند يوفريتس، عندهم نهري دجلة والفرات، عندهم قلنا هذو هما الحوايج اللي عرفناهم على the Sumerian civilization. ننتقل الى الموضوع الثاني اللي كان يحكي على child abduction and kidnappings. الموضوع الثاني كما قلت كان يحكي على kidnappings and abduction of children، يعني على اختطاف الاطفال، ظاهرة اختطاف الاطفال. في الفقرة كذلك قالنا حكيوا على the phenomenon of child abduction والاحتياطات التي يجب أخذها باش نحبسوا child abduction.
دونك واش قلنا؟ قلنا the phenomenon of child abduction and kidnapping is one of the most dangerous problems in our society nowadays and it must be stopped. كما راكم تلاحظوا المقدمة راني درت كما المقدمة اللي قلنا اللي عطيت لكم تاع الفقرة الجاهزة، قلنا تسطح لكل الظواهر السلبية، راني استعملتها هنا. The phenomenon of child abduction، ظاهرة اختطاف الأطفال، is one of the most dangerous problems in our society nowadays، حاليا، and it must be stopped، يجب أن تتوقف. What are the measures that should be taken to stop this crime؟ وشني هي الاحتياطات والله اللي لازم نتخذها باش نحبسوا هذه الجريمة، هذه الجريمة اللي هي child abduction and kidnapping. هذا السؤال بيان سور هو اللي طلبوا منا، قالنا what are the measures that should be taken to stop this crime؟ حطينا هنايا. First, children must be warned about the danger of strangers. الأطفال لازم نحذرهم عن خطر الغرباء. And must know that they should keep away from them. ولازم يعرفوا أنهم لازم يبتعدوا عن الغرباء. Second, ثانيا, they must avoid anonymous internet friends. لازم يتجنبوا anonymous أصدقاء الإنترنت المجهولين. And parents should watch their kids while using social media. والأولياء لازم يشاهدوا ولا يراقبوا أطفالهم عندما يكونوا يستعملوا السوشيال ميديا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. Parents also shouldn't post their child's personal information or pictures. الوالدين ما لازمش ينشروا المعلومات الشخصية تاع أطفالهم ولا التصاور تاعهم كذلك أونلاين، يعني على السوشيال ميديا كذلك. Third, ثالثا, we should sensitize our children about this serious problem. لازمنا نحسس أطفالنا عن هذه المشكلة، يعني مشكلة خطيرة. As a conclusion, كخاتمة, they think that the government should adopt strict laws to punish kidnappers and protect our children. I think that the government should adopt strict laws. يعني أنا أعتقد أن الحكومة لازم يعني تتخذ قوانين صارمة to punish kidnappers باش تعاقب المختطفين وتحمي أولادنا and protect our children. يعني كما راكم تشوفوا هنا هذه الجملة خليتها من الجمل المساعدة اللي عطاها لنا، ما استعملتهاش في العرض ودرتها في الخاتمة. كذلك بدلت finally درت as a conclusion، درت I think that the government، يعني نقدروا ننوعوا فيها كما نحبوا، مشي دايما نقولوا should be لازم يحط الشعب والحكومة اليد في اليد وذا، يعني نقدروا نديروا conclusion اللي نحبوها حنايا. This is our second paragraph، هذه الفقرة الثانية تاعنا درناها بكل بساطة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذو الفقرتين اللي درناهم. نتلاقاو في الفيديو الآخر، إلى اللقاء وبالتوفيق.